الحالة المدارية أو الإعصار المداري شاهين متواجد الآن في بحر عمان، والتأثيرات مرتقبة على سلطنة عمان والإمارات كما بات الجميع يعلم. في هذه النشرة الأسبوعية بعد الفاصل نستعرض هل هناك أي تأثيرات مرتقبة على أجواء المملكة بعد هذا الفاصل. إذن كما بات الجميع يعلم، تقبع في منطقة بحر عمان حالة مدارية صنفت بأنها إعصار من الدرجة الأولى وسميت بالاسم شاهين، يتوقع أن تؤثر على أجزاء مختلفة من دولة الإمارات وسلطنة عمان خلال قادم الأيام. هل سيكون هناك تأثيرات لهذه الحالة المدارية بشكل مباشر أو غير مباشر على أجواء المملكة؟ سنتعرف على ذلك الآن في هذه النشرة الجوية الأسبوعية، ونبدأ بتوقعات الأحوال الجوية اليوم الأحد. تسود أجواء مستقرة في مختلف مناطق المملكة، تصل درجة الحرارة العظمى شمالا إلى 38 درجة مئوية، 35 درجة مئوية في تبوك، 39 درجة مئوية في المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، و 38 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 33 درجة مئوية في جدة، و 27 درجة مئوية في جنوب غرب المملكة، مع احتمال لهطول أمطار رعدية لكن بشكل متفرق فوق جبال جنوب غرب المملكة. تشتد هذه الأحوال الجوية المدارية في منطقة بحر عمان، وتوقع في ساعات متأخرة من يوم الأحد أن تدخل هذه العاصفة المدارية على شكل إعصار مداري، الحالة المدارية على شكل إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى داخل السلطنة، لتؤثر على أجزاء مختلفة من شرقي سلطنة عمان وأيضا أجزاء من دولة الإمارات، على شكل أمطار غزيرة في بعض المناطق ورياح شديدة في مناطق أخرى وارتفاع الأمواج بشكل كبير في المناطق الساحلية. أما يوم الاثنين فيتوقع أن تدخل هذه وتؤثر هذه المنظومة بشكل كامل على هذه الدولتين سواء السلطنة أو دولة الإمارات، في حين تبقى المملكة بمنأى تماما عن أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة لهذه الحالة المدارية. تسود أجواء مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، تبقى العاصمة الرياض حوالي 39 درجة مئوية، 38 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 35 درجة مئوية في تبوك، و 32 درجة مئوية في جدة. فرص للأمطار الرعدية تبقى قائمة في جبال جنوب غرب المملكة، تصل إلى حوالي 25 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يتراجع طبعا تأثير هذه الحالة المدارية وتصنيفها من عاصفة مدارية يوم الاثنين إلى منخفض مداري، يؤثر على أجزاء مختلفة من تقريبا منطقة الربع الخالي والمناطق الحدودية المتاخمة مع دولة الإمارات، وأيضا بعض الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث ربما تحصل بعض الزخات المطرية في تلك المناطق مختلفة من المملكة بعيدة تماما عن أي تأثيرات متوقعة لهذه الحالة. 39 درجة مئوية متوقعة في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء، 33 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 34 درجة مئوية في تبوك، و 38 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، و 32 درجة مئوية في جدة، وتصل إلى حوالي 27 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع بقاء الفرص الأمطار الرعدية موجودة وبشكل متفرق وعشوائي فوق المرتفعات في تلك المناطق. يوم الأربعاء يتوقع أن تصل تبعات غير مباشرة وثانوية نحو المناطق الوسطى من المملكة على شكل رياح نشطة بشكل أساسي وظهور لبعض السحب والغيوم في المنطقة الوسطى، وربما بعض فرص الأمطار بشكل محدود في هذه المناطق وتحتاج إلى المزيد من المتابعة، ولكن تكون الحالة المدارية قد تلاشت وقد فقدت من خصائصها الاستوائية والمدارية وأصبحت على شكل أحوال جوية غير مستقرة عن طريق سحب وغيوم ركامية. تهبط الحرارة في العاصمة الرياض إلى 37، 39 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 34 درجة مئوية في الحدود الشمالية، كذلك الأمر في تبوك، 33 درجة مئوية في جدة، وتبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في جبال جنوب غرب المملكة، وتكون درجة الحرارة العظمى حوالي 27 درجة مئوية. أما يوم الخميس فمن المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في القطاع الجنوبي للمملكة، بل وربما تشتد الأمطار الرعدية على جبال جنوب غرب المملكة مع وصول مد من الرطوبة المدارية كبقايا لهذه الحالة المدارية نحو هذه المرتفعات، لكن الأجواء تبقى في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والغربية مستقرة تماما، بالإضافة للأجزاء المختلفة من المناطق الوسطى والشرقية. تبقى بعض الأجزاء الجنوبية وخاصة المنطقة الجنوبية من المملكة على موعد مع فرص أو ازدياد في فرص هطول الأمطار ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى. ويوم الجمعة تتركز الأمطار في أجزاء مختلفة من جنوب غرب المملكة على شكل أمطار
أمطار رعدية تجري على إثرها ربما الأودية والسيول في تلك المناطق، وتصل العظمى إلى 26. تكون الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة، تصل إلى 38 درجة مئوية في العاصمة الرياض والدمام، تكون 32 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 38 درجة مئوية في تبوك، وحوالي 34 درجة مئوية في منطقة جدة. وتبقى طبعا هذه التوقعات قابلة للتغيير خلال قادم الأيام. إذن هذا كان يكون لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.